انا كمواطن اروح وما لقاش خدمتي برضو انا يعني بدي ازعل وبدي بدها تصير مشكله داخل المستشفى والطبيب انا بدي ادق فيه طبعا ودك لازم تيجي في الكبير الكبير اللي أجا فيهم اللي ذلهم انا طبعا ممكن تكون حالي خطره اضيع حالي لاجل واحد انظلم ليش بالنهايه بنحكي وينك يا مسؤول اول شيء هذا سلاح ذو حدين حقهم يضربوا ليش عشان يرجعوا كرامتهم ويردوا اهانتهم والحد الثاني انه انت قبل طالب في حقك انت حالف يمين على المهنه اللي انت بدك تقدمها تعالج وتشفي ايا كان سواء كان صديقك حبيبك عدوك بغض النظر فلازم انت يعني حسب الحالة اللي بين ايديك تقرر يا انك تساعده كحاله انسانيه يا انك بتضلك مضرب عشان ترد كرامتك وتضيع الحاله الانسانيه بين ايديك وتفقدها هلا المواطن مخصطوش نهانه ولا مش نهانه يعني هلا المواطن جزء يكون في حاله خطره عنده كيف اقول لك يعني عنده اعاقه عنده إشي لازم يروح على المستشفى علشان يقضي حاجته من المستشفى اللي هي المكان العام فما خص المواطن ما خص المواطن يعني بالإشي اللي, اللي, انهانه لأنه حقهم يضربوا حقهم يتعارضوا عليه لانه هانهم هلا انا رايي الشخصي يعني بالنسبه إلي طبعا هو كرأي شخصي انا بالنهايه بقول انه اللي بنظلم بهذا الموضوع اللي هو المواطن بصراحه يعني هدوك اضربوا وقفوا عملهم وضروا المواطن وهداك الله اعلم مين يحاسبه يعني بالنهايه ولولا هو انه واثق من نفسه وعارف انه قد اللي بيحكيه كان ما بيتجرأ يدخل هالدخله هاي وبالنهايه المواطن هو المظلوم بالنسبه للاطباء انهم نهانوا يعني هذا شيء لازم نعود مدير الاطباء او مدير النقابه يعني لهم ثاني شيء يعني بصفتي انا كمواطن يعني مواطن فلسطيني فيش عندي حقوق صحيحة هذا النظر يعني بس انه في النهايه بده يتوفر لي حقوقي اني انا مثلا اروح على المشفى او بلاش انا والدتي او اي شخص من كان يعني مثلا بده يروح على المستشفى بده يصور شغله او شو ما كان مش راح يلاقي يعني انه في اطباء راح تفيدهم وفي المقابل الاطباء يعني انهانوا يعني انهانت كرامتهم من قبل مدير الاطباء يعني مش راح نستنى منهم اي شيء الاطباء يعني هم ما لهمش ذنب من منذ اربع شهور خضنا اضراب وتمكنا من التوصل الى اتفاقيه مع معالي الوزير وصورها اخونا المصور في بالبنود لم تطبق من قبل مدير عام المهنة الطبية المساندة للأسف ذهبنا إلى الوزير معظمها معظمها كلها وصار بده تفسير مفسر معظم البنود كان حائل بيننا وبينها مدير عام المهنة الطبية المساندة توجهنا إلى الوزير بأكثر من رسالة إلى أن كان هناك موعد البارحة يوم الأحد الساعة الواحد ظهراً جلسنا مع الوزير وكانت الاجواء وديه الى ان دخل مدير عام المهنه الطبيه المسانده وتلفظ بلفظ لا يتلفظ لابناء الشوارع قمنا بالانسحاب من الاجتماع ونحن كنا معطين الوزاره اربع اسابيع قبل هذه الفتره مهله القانونيه لا. أنا أعتذر للجمهور عن تقديم بعض الخدمات وإنما سنكون الحريصين على حياة الناس نحن نستقبل حالات السرطان نستقبل غسيل الكلى كل الحالات اللي بحاجة لعمليات داخل المستشفى والمبيت نقوم برعايتها إن شاء الله كاملة أعتذر للجمهور ولكن هذه الصرخة لوزارة الصحة على ألا يسمحوا لمثل هذا الشخص الذي نزل بالمصطلحات الى الحضيض اتجاهنا في مكتب وزير الصحه ان يبقى في مكانه لن نتعامل مع هذا الشخص بعد اليوم باي حال من الاحوال وعلى المسؤولين انا توجهت الى سياده الرئيس وسياده ودوله رئيس الوزراء واتوجه الى معالي وزير الصحه الذي اكن له كل الاحترام ان ينصفنا من هذا الشخص الذي لا يتلفظ الفاظ لا تليق بابناء الشوارع عنده قاموس من الألفاظ البديئة والصعبة والقاسية التي لا تليق بمؤسسة محترمة مثل وزارة الصحة وبمكتب وزير الصحة إحنا نتمنى على مواطننا تفهمنا وإذا هو المواطن الذي نكل له كل الاحترام وكرامة الشعب الفلسطيني كاملة وسيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والحكومة كفيلين بإعادة كرامة الناس وإحنا هنا موجودين لتثبيت الناس ولتثبيت كرامة الناس وأصولا نقابي محترمة بموعد محترم مع وزير الصحة لا يدخل هذا الشخص إلى هذا الاجتماع ويتلفظ بهذه الألفاظ ويسمح له بهذه الألفاظ فأنا أرجو من المواطنين تفهم ثأرنا لكرامتنا إحنا عمالنا إن نثأر لكرامتنا ولن نضر إن شاء الله أحد وبالنسبة للمواعيد الروتينية على المواطن أن يتفهمنا في هذه اللحظات الصعبة التي مرت علينا والله لو قيلت الكلمة لأحد من الناس لضربه وصار شيء ثاني